السلام عليكم حبابي، شخباركم؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شارمونت فلوغ. قبل ما نبدا معكم فيديو، الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوفوا القناه، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تزوروا صفحتي على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وتنخرطوا معنا في الجروب ديالنا. راني كنخلي لكم الروابط كلها في اول تعليق مثبت. اجيو تما كاملين، مرحبا بكم. وما تنسونيش حبابي من طبيعه الحال من اعجابكم، وتخليوا لي بزاف ديال لي كومونتير اللي كيفرحوني وكيحفزوني وكيخليوني ديما نكون حاضره معكم. ما كرهتش كل واحد فيكم يخلي لي واحد 5 ديال لي كومونتير ولا على الاقل 4 ديال لي كومونتير او قليب احمر. انا ديما كنطلب منكم هذا القليب احمر هذا. وصافي، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم تمام الصحه والعافيه، وتكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده نتوما وحبابكم وولادكم ووالديكم وكل من عز عليكم. وندخل معكم في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، اللي غادي نشارك معكم فيه البغرير. بغرير ناجح 100% من اول تجربه، من اول مره زعما تصاوبيه في حياتك. وتكوني معمرك صايبتي البغرير، تصايبيه برجليك، صدق ليك احبيبه ديالي. بما اننا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان، بقات لي شهر الله يوصلوا لينا بالصحه والسلامه والرزق وكل ما كنتمناو يا ربي اجمعين. من طبيعه الحال بزاف منا كنبغيو في الطبيله ديالنا ديال الفطور بعض المرات كنتشهوا البغرير، وكنبغيو شي بغرير اللي ما يكونش معجن، ما يكونش ملبز، شي بغرير اللي يكون خفيف وما يكونش، راكم عارفين بعد مرات البغرير كيجي معجن. غادي نشارك معكم اليوم طريقتي في التحضير للبغرير اللي كيجي زوين بزاف، وغادي نجربوه وغادي ينال ان شاء الله اعجابكم. والاهم من ذلك انه واخا تحتفظوا به حتى لمده ديال 3 ايام كيبقى لكم غير كتسخنوه كيرجع بحال يلا طيبتوه. وندوزو دابا بلا ما نطول عليكم، ندوزو باش نعطيكم مكونات ديال البغرير. المكونات بساطين بساطين بزاف وسهلين بزاف. ما غتحتاجوا لا خل، داك الباكور الهندي اللي كيبقاو، ديري الخل، ديري البيكربونات باش يتنفخ لك البغرير، باش يدير لك باش يجيك مشهد. ما كاين حتى شي حاجه من هادشي كله اللي غادي نحتاجوا البنات. غنحتاجوا هنايا واحد 4 الكيسان ديال السميده الرقيقه. عندي هنايا السميده الرقيقه 4 الكيسان. انا هنا راه عبرت لكم بالكاس، عاد درتهم في الزلافه. عندي 4 الكيسان، وما يعادل هنايا جوج ديال الكيسان ديال الفورس. 4 الكيسان ديال السميده الرقيقه، جوج كيسان ديال الفورس يكون من نوعيه مزيانه. وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ما تكونش عامره بزاف ديال الخميره فوريه. وعندي واحد البيضه متوسطه، واحد الخماره وحده، وشويه ديال الملحه، والماء سخون. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نبدا. اول حاجه غادي نديرها البنات هي ناخذ السميده الرقيقه، غادي ناخذ الفورس، هادوك جوج كيسان، 4 كيسان ديال السميده الرقيقه، جوج كيسان ديال الفورس، معلقه كبيره ما عامراش ديال الخميره الفوريه، وغادي نحتاجو البيضه، واحد بيضه. المكونات كاملين غادي يداروا في مره، غادي نديرو كلشي في مره. خمارة. وبالنسبه للخماره البنات، حاجه ضروريه في البغرير، هي اللي كتعطينا البغرير كيجي مشهد وكيجيكم خفيف. انا جربت هذه الطريقه هذه ديال البغرير بلا خماره وما كتجينيش زوينه، دونك انا من الخماره ما كنستغناش عليها في البغرير. وغادي ناخذ داك شويه ديال الملحه، غير نبعدو شويه هنايا على الخميره، وغادي نبدا في العجن بالماء، ما يكونش سخون الناس، ما يكونش طايب، ما اللي سخون يعني نقدروا عليه، يعني درجه الحراره ديالو تتحملها اليد. صافي، وغادي نبداو دابا نخلطو نجليطو، خليطو جليطو. خلطو 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 ديال داكشي مزيان. وحاجه واحده اخرى، انه هذا البغرير ما كيشدش منا وقت طويل، يعني وقفوا عليكم الضياف على غفله، بغيتو تصايبوه الكوتين سيختي خمري تتسخفي. انا دابا راه فقت من الناس، ربما صوتي غادي يبان لكم بدل، كان عندي الصابون، كان عندي التخمال، كانت عندي الروينه، غير ساليتها مشى ولادي المدرسه، قلت غادي نرتاح شويه عاد غادي نوض ندير لهم الكوتين. دابا
غير غادي يكون واجد معايا هذا الغرير هذا ما كيتعطلش. صافي غنحيد دابا هذا الخلاط اليدوي وغندوزو دابا نديرو الخلاط الكهربائي. غنطحنو مزيان البنات بالخلاط الكهربائي هانتوما غادي تشوفوا حتى يتطحن معايا مزيان ونرجع معاكم. هذا هو القوام اللي بغيت انا يكون بحال هكا، شفتوا بحال هكا، ما تقيلش وما خفيفش بزاف، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. هانتوما شوفوا راه واضح ليكم، انا هنا ما عطيتكمش القياس ديال الماء على حساب السميده الرقيقه حيت كتشرب. هذا هو القوام ديالو، خصو يجي بحال هكا. صافي دابا غادي نخليه يخمر. المده ديال الاختمار راه ما كتكونش طويله، غادي نخليه غير واحد شويه غير يبان ليا. هانتوما شوفوا هنا راه عندي هذا القياس هذا اللي كيكون هنايا هاد الحاشيه هذه، غير واحد شويه بواحد سنتيم غادي نبدا كنطيب فيه، ما غاداش نتعطل عليه. دغيا كيخمر ما كيشدش الوقت بزاف، غادي يخمر ونرجع معاكم. على بال ما يخمر غادي ندير المقله ديال الماء سخون ونرجع معاكم باش نبداو في الخبز ديال البغرير. هانتوما البنات ها هو دغيا خمر، دغيا ما شدش الوقت بزاف، كيجي بحال هكا غير كيبان لكم بحال بدا كيتقال واحد شويه. صافي انا درت المقله السخونه انا غنوريكم. بالنسبه لي انا البنات عندي هاد المقله هذه اللي كيجي فيها هكا اربعه الحبات صغيورين، كيجي فيها ميني بغرير. والصراحه البنات ميني بغرير كيجي حسن من هذاك البغرير الكبير، كيجي غزال ومتيول وكيجي مهيبر وشهوه منه. نتوما غادي تشوفوا دابا راه سخنتها مزيان، غادي نمشي باش نبردها. انا عندي هذه في الماء كنطيب بها هكا، كنطيب مثلا هاد الربعه الاولين كنحيدهم وكنبردها بالماء، عاد كنعاود نديرها كتسخن مره واحده اخرى وكنرمي فيها الماء. كنطيب هكا وكنبغي نبرد المقله ما كنبردهاش على الوجه اللي كنرمي فيه البغرير، يعني كنقلبها وكندوزها تحت الروبيني حتى كتبرد مزيان، عاد كنعاود نعمر هذوك البلايصات ديال البغرير وكنرجعها فوق البوطه. انا بالنسبه لي عندي هذه المقله هذه اللي بحال هكا محفره. شفت شي بنات كيقولوا لا خذوا المقله اللي كتكون كلها بلا، دونك انا كنقول لكم البنات هذه راه حتى هي كتخدم البانكيك وكتخدم البغرير، كنديرهم فيها انا بجوجهم. وبعض المرات كندوب فيها حتى الزبده والعسل، كنبغي هكا كتكون سخونه كندير فيها الزبده والعسل في مره باش كندهن هكا واحد جوج حبات ديال البغرير ولا كنكون واقفه عليهم، وغير كنغسلها وكنعاود نطيب فيها ما كتخسر ما والو. هذه من امبيريال، كنت البنات خديتها من بيم، صراحه هذه انا كنت خديتها من بيم وراه متوفرين دابا عند مالي الماء، يعني البنات اللي ما عندكمش غتلقاوهم عند صحاب الاواني راه موجودين دابا. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال البغريرات، كيجيو بحال هكا، كيجي خفيف وزوين وكله مشهد كيف كتشوفوا، كيجي زوين. وانا حنا ان شاء الله مقبلين على رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والعافيه والرزق وطوله العمر يا سيدي يا ربي. كنتشهوا بحال البغرير هكا في الطبله ديالنا ديال الفطور ولا، وكيجي هكا هذا الميني بغرير زوين وعملي وكيخرج لي تبارك الله المكونات اللي عطيتكم، خرجوا كميه اللي كثيره تقدر تحتفظوا بها البنات اللي خدامين. لما عندكمش الوقت باش غديروا البغرير يوميا تقدروا تحتفظوا بها حتى لثلاث ايام كيسخن، غير كديروا في نفس المقله اللي طيبنا فيها كتحطيها هكا وكتشعلي البوطه وكتنقصي عليها وكتسخن كترجع بحال الله موجدينه، وكيجي زوين البنات وكيجي خفيف ومكونات ديالو اللي بساطين وكيجي ناجح معاكم من اول تجربه البنات، كيجي ناجح معاكم. نتمنى ان شاء الله تجربوا يعجبكم. انا هنا غادي ندهن ليا بغريرات بالكونفيتور زيت العود، كونفيتور ديال الفريز وشويه ديال زيت العود، وما صبرتش ما غاداش نصبر تيجي ولادي. غادي ندشن واحد الوحيده، هو راه تبارك الله غير كتبداو تدهنوا فيه كتمشي الاولى كتمشي الثانيه كتمشي الثالثه كيجيكم كيجيكم رطب ما كتعقلوش حتى كتلقاو راسكم راكم كليتو فيه واحد الكميه. وراعيو شويه الصقرينيات، راعيو شويه ما تديوش عليا انا راه كنغلط كنضعف كنغلط، داكشي عندي بالزربه. ايوا صافي، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه ان شاء الله بصحه.